خلينا ننتقل لنقطة أيضا مهمة، وطبعا ناس كتير اتكلمت عن زيارة ميلانيا ترامب لمصر، هذه الزيارة السريعة. خلينا نقول ان ميلانيا ترامب شكرت مصر على حسن الاستقبال خلال زيارتها الرائعة لمصر. قالت ميلانيا كمان على الزيارة اللي هي حظيت بها في القاهرة، قالت كمان السفارة الأمريكية لدى صفحتها الرسمية على فيسبوك ان السيدة الأولى بالولايات المتحدة، ادي اهي الصورة قدامنا. ميلانيا ترامب شكرت مصر، قالت ثانك يو ايجيبت على هذه الزياره. الصور ميلانيا طبعا قدام ابو الهول وفي حرم الاهرامات بهذا الشكل. طبعا العالم كله التفت الى مصر، اللي بيتابع كمان تحديدا اخبار ميلانيا ترامب تحديدا، يعني حتى بعيدا عن المواضيع السياسيه او ان هي زوجة الرئيس الامريكي او كذا. يعني الحقيقه انا زياره ميلانيا بتخلينا نتساءل سؤال مهم جدا. في الكام شهر اللي فاتوا زار مصر وبالذات منطقة الأهرامات مجموعة كبيرة من كبار مشاهير العالم، يمكن على رأسهم ميسي لاعب كرة القدم الأشهر في العالم كله، وعدد من الممثلين الكبار في العالم وملكات جمال والآخر. أحيانا انعكاسات ده في أرقام السياحة عزمها ما زالت حتى الآن لم تترجم. يعني هل المشكلة عندنا ولا المشكلة في طبعا احنا في عقبات طبعا في السياحة، القرار الروسي والقرار الانجليزي بوقف عدة مشاكل، يعني مش مشاكل عندنا احنا بس. لا بس السوق العالمي مش انجلترا وروسيا بس. مظبوط يعني. انت مزبوط. عندك 6 مليار بني ادم، يعني تقدر تروح لهم الصين لوحدها مليار و500 مليون يعني. فانت يعني احنا محتاجين نستثمر مثل هذه الزيارات بشكل افضل، لانه الحقيقه جالنا ناس انبهروا الحقيقه طبعا اثارنا، وهي طبعا تبهر يعني سواء هم انبهروا او انبهروا. احنا عندنا طبعا يعني اعظم حضاره في التاريخ، وده مش تعصب ولا اي حاجه خالص يعني. ولا هو تعصب مقبول. الحاجه الثانيه انه انا طبعا يعني توقفت زوجة الرئيس الامريكي، هي جت يوم 6 اكتوبر، لكن أوكي. في بعض يعني خبساء السياسه توقفوا عند حاجتين حقيقه. انها لابسه كرافته سوداء والقبعه عليها شريط اسود، وده برضو يعني كلام يثير التساؤلات يعني. يعني هل هذا حزنا على ضحايا الصهاينه في 6 اكتوبر؟ يعني انت عارفه، والله انت عارفه، اصل خلي بالك الشخصيات اللي زي دي بيبقى وراها اجهزه بتشتغل. يعني ممكن يكون يعني، لكن انا قلت حتى خبثاء السياسه عشان بس يبقى المصلي. لكن يعني في النهايه زياره هذه السيده من الممكن ان تساعد كثيرا جدا من معجبي الرئيس الامريكي. وبالمناسبه كثير جدا او غالبيه الشعب الامريكي معجب بترامب. طبعا النخبه هي اللي بترفض هذا الاداء العشوائي لهذا الرئيس، لكن الشعب لانه عادي الكرافات والشابو. شفتي يعني صحيحه يعني هي لابساهم. ف يعني ما اعرفش، يعني زي سيادتك قلت الموضوع برضو هزيل قوي ان احنا يعني بس خلي بالك يعني انه يعني بس اهو يعني الناس ممكن تقف عند ده. بس انا في العموم يعني حبيت ان انا اشيد بمقالته السفاره الامريكيه وبالصدى اللي ادته عموما. ده مهم. انا بقول لك انه الزياره دي زياره دي ست يعني موجوده على راس السيده الاولى في امريكا، وده مهم جدا. زي ما بقول لك انه الشعب الامريكي اغلبه بعد النقله الاقتصاديه اللي عملها ترامب في المجتمع الامريكي، هو يعني الشعب مستفيد من ترامب. النخبه هي اللي رافضه، ده راجل لا يليق من وجهه نظر النخبه الامريكيه في الاعلام والثقافه والاخر بانه يتبوأ مكانه الرئاسه في امريكا. تمام. يعني انا طبعا سعيده جدا بوجود سيادتك معايا النهارده، ودايما بستمتع بحديثي مع حضرتك يا استاذ محمد، ومعلوماتك الغزيره الرائعه وروحك الوطنيه. خلينا بس